السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. الموضوع مهم وخطير جدا، انا راه خطير وكل واحد حر. معناها وجهة النظر نتاعي، مادام الفيفا البارح اللي هو الاحد تم التحيين نتاع الديون نتاع الفرق التونسية، النادي الافريقي مازال موجود في من جملة الفرق اللي عندهم ديون. نحكي عن الفيفا، راه الامور القانونية الرسمية الفيفا، النادي الافريقي مازال عندنا 7 خلاصات نتاع الملاعبيه، مازالوا ما خداوهمش في ايديهم الملاعبيه اللي حولنا لهم الفلوس. ثم 5 ملاعبيه حولنا لهم الفلوس ولكن مازالوا ما استلموهمش. تو نحكيو فيه القانون هذاك وكيفاش كل ملاعبي يلزم يستلم معناها الفلوس نتاعو في ايديه. ولكن وعد الحر يدين، حامد مبارك اتكلم في الجلسه العامه الاولانيه كونفرنس دو بريس نهار 13 جويلية وقال راهو رفع منع الانتدابات ان شاء الله باش يكون نهار 1 أوت نكونوا مخلصين جميع الديون. باهي، تعدات جاء نهار 1 أوت النادي الافريقي ما خلصتش الديون، ما تكلمش حمد مبارك، بقينا نستناو حتى تجي الجلسة العامة نتاع نهار 10. جات الجلسة العامة نتاع نهار 10، تكلم حمد مبارك وقال راهو الديون نتاع النادي الافريقي صابين قاعدين يصبوا في الفلوس والفلوس موجودة عند الفيفا، ولكن الفيفا تقوم بالتحيين نتاع الملاعبية اللي يخلصوا معناها مرة في الأسبوع. تنجموا تراو العلامة ما زالت حمراء قدام ديون النادي الإفريقي للملاعبية هادم، ولكن احنا نكونوا خلصناه والفيفا ترسلنا. باهي، هذا الرأي متاع حامد مبارك، راهو رأي ماهوش عبقري، مش هو رأي عبقري نتاع إنسان نابغة، نتاع إنسان عنده اتصالات بالفيفا، نتاع إنسان ديما لا نتاع إنسان عبارة ناس ما عندناش في الأمور القانونية بصفة كبيرة ياسر ونحكيوها. ونقول لكم علاش، خاطر كي تقول لي أنت راهو الفيفا معناتها يلزم تحين وبعد تالي باش تبعث لنا اللي نحن قبل وبعد تعمل التحيين نتاعها اللي هي اوكي وتولي خضراء قدام منع الانتدابات في النادي الافريقي، نقول لك راهو يبطى شوي بطاط الحكايه، مش يبطى شوي. قلنا شومبيرز حول الفلوس من امريكا، صحيح حولهم ووصلوا للفيفا اوكي، تاع 5 ملاعبيه مازال زوز يزوز، فاش استناو زكريا العيجي والاخر والملاعبي كواسي، فاش استناو كي نفس الحكايه. راه اذا كان الزوز اللي الاخرين تحيلوا عندهم تو اسبوع ونص التوا ما وصلوا معناها ولاو في الاخضر عملوا عليهم لوكيل فيفا، ما بالك انت نعيش الاخرين. معناها انت تتصور يا جمهور النادي الافريقي، مش نحكيكم حاجه الله لا يقدر علينا والحلول موجوده باذن الله، ولكن تصوروا انتم اذا كان ما نرفعوش منع الانتدابات من هوني حتى نهار 20، نهار 20 سبتمبر وقتها كل لاعب عنده الحق باش يفسخ العقد نتاعو كيما عمل الملاعب كيزومبي مع الرجاء. يعني راه مش لعبه الحكايه، راه تعمل انتدابات وبعد تاني تقول راني معناها مش تولي لهوني، مش تولي تآمر على النادي الافريقي كيما حكيت فيه في قبل ما يجي شومبيرس. ولكن عندي ثقه في الرجل المستثمر هذايا اللي قادر باش يعمل كل شيء، انا واحد من الناس عندي ثقه فيه، قادر باش يفيد النادي الافريقي وقادر باش يخلص الديون وما عنده حتى اشكاليه، ان شاء الله يخلصهم جميع الديون. هذا هو اللي انا نتمناه وفي ساعة في اقرب وقت. ولكن في صوره ما تصور واه راني قدر علينا ما خلصناش قبل ما تبدا البطوله نهار 27 وفي بالي تاجلت نهار 17، اللي هو تصوروا احنا التشكيله الاساسيه نتاعنا شكون باش يكون فيها؟ معاذ حسن في حراسه المرمى، ظهير ايمن الزعلوني، ظهير ايسر ما عندناش ظهير ايسر يولي يحط اي واحد مش عارف شكون باش يحط، في قلب الدفاع العمراني والبدوي، بيفو احمد خليل قدامه ياسين الدريدي معاهم مكرم الصغير غايث الصغير بسام السرارفي ادم قرب ولا حمدي العبيدي وكينجس ليدو، نفس الفريق نتاع مناول اللي عملوا مهازل هما بيدهم مش تلقاهم. يعني ثم 14 لاعبيه خليناهم مع ال10 لاعبيه اللي انتدبناهم باش تزيدوا، كان ما صارش حمد مبارك ما تزربش روحه ومشى رفع المنع نتاع الانتدابات وخلص، والا يوضح للجمهور النادي الافريقي ما تغلطونيش يا وليد، علاش المغالطات؟ حتى كان ماهيش مغالطات وحتى كان يحكي بالحق هو حد حامد مبارك، التاخير هذايا انا واحد من الناس ما يساعدنيش. جمعيه عندنا فلوس، جمعيه مريقله، عندنا مستثمر غني ياسر والتاخير وصل. باهي، باش نحكي لكم شويه امور قانونيه. هو وعد ومازال ما تمش الوعد نتاعو على خاطر حاجه اقوى منه، خاطر مش هو اللي خلص، راه شومبيرز هو اللي خلص. لا تقول لي هيكل تخيل ولا تقول لي حمد مبارك ولا تقول لي فريد عباس ولا تقول لي الكبارات ولا الصغارات.
اللي خلصوا في الديور بتاع النادي الافريقي هما شون بيرز والا جمهور النادي الافريقي. طيب هذا يطلع هذا السوسيوس تتحرك بخطى بطيئه ماهيش نتاع الناس باش يوفروا سيوله كبيره ياسر للنادي الافريقي. اشعلينا في هذا كل الجمعيه ماشيه مليك لما غير ما نبقى ونصعبوا فيها وكل شيء، ولكن هذا اللي صار. الفيفا حطت 7 ملاعبيه من النادي الافريقي مازالوا ما يخلصوش الديور نتاعهم، احنا والنجم الساحلي وهلال الشابه ورجيش وباجا وسليمان ومش عارف شكون وشكون، ثم عدد فرق تونسي، احنا منهم، احنا اكثر فريق عندنا 7 مانيش باش نحسبوا بها خاطر هذه ديون سابقه ونعرفوها. شومبيرس خلص وفعلا خلص راهو الفلوس، الفلوس وصلت عند الفيفا، الفيفا تبعثهم للملاعبي والملاعبي وقتاش يوليو الفلوس نتاعو كونفيرمي، الملاعبي وقت اللي يحط اللي هو السينيالي صاي اللي هو خذا فلوس. هذه غلطة كبيرة راه، هذه يمكن الحاجة الباهية اللي خرجت الفيفا سبقت بها اللي وقت اللي الملاعبي ما يعملش السينيال بعد ما تبعث له الفيفا الفلوس، الفيفا بعد بخمس أيام أمور قانونية، بعد بخمس أيام الفيفا تولي تجاوب الفريق اللي دفع فلوس اللي هو النادي الافريقي وتقول له راهو سي بون كونفيرمي، عندك الخمسة ملاعبية اللي دفعت لهم فلوسهم رانا بعثنا لهم الفلوس، أمورهم ياخذوهم ما ياخذوهمش ماهيش مشكلتنا، المهم النادي الافريقي خالص، مهمش الفيفا راه مسكين لهالدرجة يبعثوا الفلوس للملاعبي وتبقى الجمعية اللي بعثت الفلوس تبقى مسيرة. توا هذه حد نيتكم الفيفا وما أدراكم من الفيفا تغلط الغلطة هذه، يعني ما تزكمونيش وما تزكموش الجمهور وما تغلطوا حتى واحد. الفيفا راهم كوارث، راهم نوابغ، راهم يحكموا في عالم كرة القدم، يحكموا في البورصة ويحكموا في كل شيء. راهم الحكاية هذه إن شاء الله تكونوا فهمتوها جمهور النادي الإفريقي بالفلاقي، نقولها باش الجمهور يفهمها، معناتها النادي الإفريقي منضوية تحت شكون؟ تحت الجامعة التونسية لكرة القدم، والجامعة منضوية تحت شكون؟ تحت الفيفا. الفيفا هي اللي خولت الجامعة التونسية لكرة القدم باش نحطوا رئيس جامعة اللي هو كمال الدين باش تتم المسابقات في الدوري التونسي وباش المنتخب التونسي يكون. يعني الفيفا هي اللي اعطت رخصة لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حاليا اللي هو كمال الدين باش يشد بإعاز من الفيفا، والفيفا هي اللي تحكم في العالم تاع كرة القدم، وهي اللي تخلص الملاعبية، الملاعبية كي يشكيو شكون يشكيو يتعداو ديريكتومون الفيفا، معناها الفيفا تحكم باهي. هذه الناس اللي باش تفهم كيفي انا بالفلاقي باش حتى واحد اللي عنده حاجه يطيشها واللي فاهم حاجه تو يفهمها، معناتها اذا كان توصل الفلوس نتاع الفيفا النادي الافريقي اعطاه مثلا الفيفا حق 7 ملاعبيه 2 مليارات عطاهم شومبيرز قال لهم هذوما خلاص فلان وفلان وفلان، اوكي الفيفا قالت له صحيه يعطيك الصحه لكليب افريكا سي بوم ريغلا هاكم عطيتو الفلوس في اقرب وقت ان شاء الله تو نخلصوهم بالامور القانونيه. الفيفا هزوا الفلوسات، هذا نحكيكم كي يبداو الفلوسات تصبوا بالحق، الفيفا تهزوا الفلوسات في سفيسة ما عندهم حتى تأخير، الفيفا فلوس بالرباع، يهزوا الفلوسات نتاعهم يصبوهم ديريكتومون الحساب اللاعب المعني بالأمر اللي هو شاكي بالنادي الإفريقي في الفيفا، مو هكا ولا لا، دونك فلوس اللاعب خداهم سواء بالمأجل سواء بالمحول باللي يحبوهم فلوسه خداه، مادام خدا فلوسه، ما عادش تنجم أنت تقول راهو النادي الافريقي ما تنجمش تبدا البطوله بالمنتدبين الجدد، هذا هي القانون بتاع الفيفا لازم يتصير به. ثم قانون اخر، الملاعب وقت اللي يوصل يعمل كونفيرماسيون اللي هو وصلوه فلوسه للكونت بتاعه هو بالذات، وقتها شنو اللي يصير بالضبط؟ وقتها الفيفا تحط لوكليب افريكا في الفيفير، لوكليب افريكا في الفيفير معناه لوكليب افريكا مريقلين في الامور بتاع المنع بتاع الانتدابات. لهنا ظهر لي امور في فام ريبلا، لهنا نرجع لكلام حامد المباركي واللي هو صادق ويولي كلامه منطقي على الاخر وواضح، ولكن يبقاو زوز ملاعبيه، زوز ملاعبيه هذوما شبيك تو حكيت عليهم، شكون اللي حول لهم فلوسهم؟ نستناو فيك انت في سيادتك ولا في شكون ولا في شومبيرز؟ نقولوا يبقى نعيش ويبقى الاخر كواسي، كواسي هذوما زوز باش نعاودوا تاخير كما العاده، نفترضوا الملاعبيه الاسبوع القادم مش توصل نهار بعد بسبع ايام من نهار هذا. توصل إلى الكلوب أفريكان كونفيرمي وخلصت الديور نتاعها، يبقاو زوز أخرين، هي اللي كان البطولة بسبب نهار 27 هاو باش نبدا بآدم قرب ونبدا بخليل، بما أني مازلت ممنوع من الإنتدابات، وكي نخسر أنا مقابلة بنكرديان ونخسر الماتش اللي بعده ونخسر، هاني خسرت نقاط أنا من أجل البطولة اللي أنا نحضر في روحي ونعمل في إنتدابات باش نفوز به، هذه حاجة، إيش علينا فيها نتجاوزوها، إذا كان البطولة تبدا نهار 20 سبتمبر مازال فينا الوقت، مازال فينا الوقت، ولكن تويك حاليا مطالب حامد مبارك يعاود يخرج ويعاود يوضح
لكن انت قلت راه تو احنا توصل لنا الورقه وكل شيء، هي توصل لك الورقه والبطوله زاد نساها ورقه البطوله قريب توصل لهنا. ماذا بينا يثبت لنا حمد مبارك من الامر هذايا، وماذا بينا يخرج ويتكلم هو واي واحد مسؤول في النادي الافريقي، خاطر الامر هام جدا. ظهر لي ان شاء الله نكون وضحت الجمهور النادي الافريقي الامور القانونيه في حكايه تحويل الاموال من الفيفا الى اللاعب المعني بالامر، ما عندوش حتى دخل لا البنك المركزي ولا حتى بنكه اي بنك. الفيفا كي تبعث لها فلوس، الناس كل يعرفوا الفيفا معرفه دوليا شيء كبير. الفيفا كي تحول فلوس للاعب معين راهو انتهى الامر، الملاعب ياخذهم في نهار. لذلك نرمون راه نقصوا عندنا 5 لاعبين خالصين ديريكتومون كما حكى شومبيرز وحمد مبارك، نرمون راه كل شيء خالص واضح. يبقاو زوز ازر برواحكم قبل انطلاق البطوله. سمعنا البطوله مش تاجل نهار 20 نهار 17، ان شاء الله تاجل نهار 17 وان شاء الله نسمعوا اخبار باهيه. انا واحد من الناس متفائل راه، ولكن بما ان باش ما يبداوش ينبروا علينا في اعلام العار، هاكا نبهنا حمد مبارك وهاكا قلنا لكم الحقيقه نتاع امور الانتدابات. والسلام عليكم وفيفا فرصه السيارة.